كانت واحدة من الرخص اللي صراحة واجهت فيها شوية صعوبات، ما أقول إنها كانت الأفضل، لكن يظل أسهل من رخصة الطيار الخاصة أو البرايفت. اللهم لك الحمد، تمكنت أني أنجز الرخصة هذه في خلال تقريبا 3 أو 4 شهور تقريبا في ترم واحد. من أمتع الرحلات كانت مع 3 مدربين، يعني هذا تقريبا أكثر وقت في دراستي للطيران تنوعوا المدربين يعني معايا، كل شوي مدرب يطلع مدرب ثاني يجي بداله. طبعا هو ما هو شي فيني أنا، لا هو بس يطلعون من الجامعة وبعدين يتعين لي واحد ثاني جديد، فكنت كل شوي أتعود على شخص جديد في التدريب وتعود على الستايل أو طريقة تدريس المدرب الجديد هذا. ما كانت صراحة ما كان شي ودك أنك تدخل فيه أو تواجه كطالب طيران، لأنه شوي يستنزف طاقتك ويأخذ من وقتك يعني ويأخرك حتى في الدراسة. لكن اللهم لك الحمد، يعني ما أقول أنها كانت بذاك السوء، يعني شفت صراحة أنواع وأشكال من طرق التدريس، من الفلسفة، من الأفكار، كل واحد عنده طريقته، كل واحد يحاب أنه يوصل لك المعلومة بطريقة مرة مختلفة. شفت حتى من المدربين اللي خلاني من جد ودي أخذ التجربة هذه، ودي أكون حرفيا مدرب طيران بسبب هذا الشخص. فعلا في بعض الأوقات ممكن أنت توصل مع المدرب إلى درجة أعمق من كونك مدرب وطالب، يعني يكون يعني في رابط غريب ما بينك وبينه يخلي استقبالك للمعلومة منه بطريقته الخاصة فيه أفضل من غيره من الطلاب، بحكم بس أنه بينكم ميانة بسبب أنه علاقتكم مع بعض مرة قوية. كانت هذه هي تجربتي والله في دراسة الرخصة هذه. طبعا الرخصة هذه اسمها الانسترومنت بايلوت. طبعا الكل عارف، إن شاء الله الكل عارف، أنه أخذت برايفت بايلوت وهذه الانسترومنت تخليني أقدر أطير في الغيوم وبانعدام الرؤية وما إلى ذلك من أمور. فيا اللهم لك الحمد، يعني حبيت اني اسوي هذا الفيديو كذا على السريع، فيه تجميعة للرحلات اللي كنت اطيرها، كانت كلها كروس كنتري من مدينة لمدينة ثانية. المدرب كان جدا اسطوري، كان ما عنده مشكلة بالتصوير وخلاني اخذ راحتي يعني، فما قصرت. اتمنى المقطع يعجبكم ولا تنسون تقييم المقطع، واشوفكم باذن الله في المقطع القادم. مع السلامة. Gotcha.